علم الدين يؤخذ من أفواه أهل العلم الثقات، وليس بمجرد المطالعة في الكتب لنفسك بدون معلم ثقة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا، وإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. وقال الحافظ الكبير الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب العالم والمتعلم: الذي يطلب العلم لنفسه دون معلم ثقة يأخذ منه ويتلقى عنه بالمشافهة، هذا لا يسمى عالما بل يسمى صحفيا. والذي يقرأ القرآن لنفسه ولا يتلقى من القارئ الثقة لا يسمى قارئا، إنما يسمى مصحفيا. فإذا أردت تلقي علم الدين فخذه من أفواه أهل العلم الثقات، فهذا هو طريق تحصيل علم الدين.